كنطلقوا من واحد معادله صحيحه، ما يمكنش تكون مباراه كره القدم ولا الرياضه بصفه عامه بدون جمهور، وبلي كيقعد الجمهور جزء الاساسي من المشكل، هنا كيطرح الاشكال الحقيقي. العقوبات في حقيقه مستحقه، لان داك الشيء اللي وقع يعني نقولوا وصل درجه الخطوره، لان ماشي غير تنزل الملعب، انك تعتدي على رجال الامن وتعبت بالوثائق والتجهيزات ديال المركب، يعني وصل لواحد المرحله اللي خطيره اللي كان المفروض ان تاخذ فيها اجراءات. اسباب، كل شيء كيتحدى اسباب، صحيح بين الاسباب عندها جذور ومشاكل كثير داخل المجتمع، والرياضه كتضحيه لهذه المشاكل وهذه الافرازات، ولكن كاين اسباب اخرى اللي في حقيقه تساهم في اندلاع هذا الشغل، وهي عدم تطبيق قانون. احنا عندنا واحد القانون اللي كيحارب هذه الظاهره، منها عدم ادخال القاصرين، منها عدم دخول الشهوب الصناعيه، الاسلحه البيضاء، المواد المخدره، بزاف ديال الاشياء اللي يحرمها القانون اللي كنشوفوا في الملاعب. عوده الجمهور كاع صفقنا ليه، ولكن شفنا مجموعه ديال المشاكل اللي كاينه، وهاد الاشياء اللي حاربها القانون كل لاحظناها في المباريات، لا ديال الدار البيضاء من حسن الحظ ما كانش اعمال شغب وعنف، ولكن كذلك في المباراه ديال المغرب الفاسي والجيش الملكي، قرار معقول للنواب باش يعني ترضع هذه الظاهره، واي واحد اللي يمكن يثير شغب خصو ياخذ الجزاء ديالو. صحيح بين الانديه كذلك ضحيه، فهذا المحب اللي كيقول لك بانه كيحب الفريق ديالو بواحد التعصب، او الفريق ادي الثمن، لا من ناحيه مداخيل ومن ناحيه كذلك الدعم المعنوي والتحفيز للاعبين. قرارات معقوله، وان كان جانب مغرب الفاسيه راه فيها مجحفه نوعا ما، لان الجمهور ديالهم ما سامش يقال، ولكن لابد من ضحايا ولابد من قرارات جذريه، لان الظاهره بحقيقه تسيء للرياضه والمجتمع بصفه عامه.